بری بیا مثلا پرسیارتا تشتکی دیگه لامهیم من بیژن کو ریفراندوم حقی مشروعی هر ملت تکیه و بوش کامنش یعنی ام همی وقته ببین با خوان و صاحبی کیان و قواره کی مستقل موما فریفراندوم بری هم تشتان حقی مشروعی ملت کرده و خاصة ظروفی هرمی کردستان زیادتر مساعده بو او تشتی بر اوی کو ام تجربه کی حکمرانی هیا بری تقریبا 25 ساله 26 ساله ام شیعین لویره دولتک کیانک ادارک بو خوچکی بر هنده ام بینین کو لازمه هر روش بیت افرونا سبای سباینا ساله کدی کرد رفراندوم و استفتاب کد و ام صح کین دنیا ده همی قلق دولتی دی قلق ملتی دی که او شمک یمترن یعنی نفوس نسمیوان و جغرافیات وان هم که یمتره جد جغرافیت ما بری چندین ساله او گهشن حقوق تخو و او شیان ببن صاحب دولت تخو بس ام صراحة قلق مشکلات دی هبون و مدجمن جی قلقن و ناهیرن ام بگین او آواتو امنیت خوک ام دوه بر هنده بری همی تشتا و کرد همی قناعت هي كو ريفراندوم و سربخويت كردا افا حقكي مشروع كردا بس اوي دي خلافي كما ام هي سر آليتي وتطبيقاتي يعني كاجي او خلافتك هي لهرمي كردستان سر اصلي ريفراندوم نية بس لسر آليتي وي و زمان و ظروفي توية اگرنا همي قواره و كيان و احزاب و منظمات كردي متفقين كو كرد وهر كردك جهانية استوقعنا كم كردك نكهبت هر منطقة الدنيا دا أو ضد الرفراندوم بيت بس أي ضد الرفراندوم تنها ممكن خلافها بسر عائلتي بي وسر واقع ووقت وزمنت بي برهندي أم هي دارين كبري أو وقتي بري بستبين جاي لولي أم بشين توحيد رؤية بكين كهمو يك رؤية هبي سر بحدث يجمزن أم شين اتفاقي احزاب ومنظمات وشخصيات كردي سربي حدث يبكين امشين على الاقل تقارب الوجهات نظر هبي سربي حدثي بري ام بغين افروجي كو اما توقع كين كو او حدث تي باريد بو دسكفتك اما ظن بو ملتي كرد نخاص ما يعني ام باردو خو ظروفك الزور تايبت داينوكا وام ترسين صراحة يعني كو بالعكس عكسي توقعاتك ما بيتوا ام توشي ظروفك نخوش بين برهندي همي احزاب دفيت يعني وام هي فاده هي فيدار انش همي ودعوات كينكو تقاربي وجهات نظر كان ونزيك بين وريك كون سر آليتك وهمو لا راضي بن بي وبتوانين كو او ريفراندوم شو وقت يخو بكرة شو وقتك هدي يعني بسبنجي ايلولي او توقيتك هدي بس مهم اويا بتواني ام دسكوتك باش تحقيقين بملتي خو ومشين يعني همي كردية دي بارتي دي كردستان دل خوش كين و بشين تجربة ما ورقرين وبتوان او تجربة فروان كين و استفادة شبكن ان شاء الله.